يا جاي يا بنوت يا مقنت فوفو نونو. أنا انحبست في تترومي حبس رجال، أنا شكلي بنت حوالك كون شر. كنت وحيدة رح أبقى وحيدة، كمان بقى بريح كون وحيدة. سامحني فليت. كان عمري 15 سنة وجيت على بيروت لأجل المجتمع والأهل والضيعة والناس والقرايب، طلعني نظرة غلط. من 15 سنة بال2005 كنت طعمه اللي كانت مرفوضة كله كرمال إنه أنا خلقت ما بعرف حالي شو أنا. خلقت ما عندي دقن، ناطرين نطلع دقني، فتعذبت كتير. ما أنا خلقت هيك ولا أنا قررت كون هيك. في شي من جوا، في شي اسمه هرمونات، في شي اسمه نفسية، في شي اسمه مشاعر، مشاعر اللي دفشتني لهون. يعني مش أنا نمت وقمت قررت أعمل رلع، لا. اليوم نحنا منا كتير أكيدين شو السبب الأول والأخير أو الأسباب اللي بتخلي الشخص يكون عابر الجندر أو مثل الجنس. يلي منعرفه أنه في عوامل جينية، في عوامل الأرجح فيزيولوجية، وبركة كمان في عوامل بيئية حياتية. إكس، من أول ما فلت من البيت حط علي إكس، بطلت موجودة في كرسي من هالكراسي، انفقدت. إيه هي أنا هالكرسي؟ كنت مثلا اشوف قطعة تياب الي اشتريها بالنتية استحليها اخبيها عند رفيقتي عاساس هن لرفيقتي هي. وقت اجي عيد البربارة هذا كان اجمل يوم بحياتي، يعني احلى من عيد ميلادي واحلى من دراسة السنة واحلى من كل شيء. ليه؟ انه هذا العيد كنت انا البس فيه مارق اتنكر، لبس رفقات البنات شباب لحتى ما حدا يعترض انا البس بنت. هون كنت احس انه هي انا موجوده، هيدا ذاتي، هيدا نفسي. في حالات قد يبتلى هذا الانسان ويكون في حاله مرضيه، يعني يقال عنه مشكل. ما معنى مشكل؟ هل هو ذكر ام انثى؟ ولكن يوجد تشوهات في قضية الهرمونات أو الجينيات أو الأمر الجيني، تشوه خلقي ربما يصنف إلى آخره. فنحن من الناحية الشرعية نقول على هؤلاء أن يذهبوا عند الأطباء، عند أهل الاختصاص، ويستطيع يعني الطبيب أن يحدد حالة هذه أو هذا الإنسان. والدين لا يعارض قضية العلاج، بل بالعكس هو أمر بذلك. قلت لها أنا في بنت بتحبني بس أنا ما بحب البنات أنا مثلها. قلت لا، أنت شاب بكرة بتكبر بتصير زلمة بس عند عائلة. ما تقبلت الماما هون، خافت تحكي وأنا خفت أحكي. نحنا بضيعة وأهلي كتير متعصبين، فهيدا الشي ودينا للانتحار. حوالي كون شاب، حاول أهلي يعالجوني، خدوني يعطوني هرمونات رجالي، حلقولي دقنة تطلع مطلع. صدموا آخر شيء إنه عارفوا خلقت الله، أنا ما خلقت مثلا عم باخد دواء حتى مطلع دقنة. هون خلص عرفت حالي إذا بدي كفي حياتي بدي أصير ولا لازم أعرف شو هوية نفسي.
هلا يلي عندهم تصحح بالاعضاء فرق عن يلي بده يغير. الاولاني بيكون عنده تشوه بالاعضاء مش عارف حاله مره او رجال اسمه الارمافروديت، بينما هيداك ما عنده مشكله الرجال رجال والمره مره. بقى الارمافروديت يلي عنده تشوه بالاعضاء الجنسيه اولا بنعمل له كاريوتايبينج تنشوف رجال او مره، ببين اذا اكس اكس او اكس ايغريك، ساعتها هو بيقرر شو بده يكون. انا في مشاكل كتير بحياتي، انا فرضت علي الدين كتير قصص، اذيت نفسي ما اذيت غيري. قبل ما فرمي عن بيت اهلي كل ماضيه هزقتهم، حتى صوري، صورة أنا ما إلي عند أهلي ولا شي، خزقت كل ماضية، كفيت طريق وشقيتهم بليلة ما إلي لو قمر فليت بدون علمون. إذا ما بيكون في قانون لحمايتهم إن كان من العنف من الجرائم يعني ممكن إنه ترتكب بحقهم بناء على هويتهم الجندرية، وإذا ما كان في قانون كمان بيحمي حقهم بالوصول إلى العمل بتكون حمايتهم كتير صعبة بهذا المحل، وبيضلون عرضة لتمييز أكبر ومتطور أكتر من غير الأشخاص يلي ممكن يكونوا موجودين بالمجتمع. يا جاي يا بنوت يا مقنت فوفونونو، هالحكي يعني المجتمع حكي الشارع اللبناني هيك كان كتير يأذيني. أنا كنت من وقت للتاني أقول ليه خيي منو هيك؟ ليه أنا خلقت هيك؟ طب ليه أنا ما ضليت مع حدا أهلي؟ تركت حدا من بيي الله يرحمه والماما من عمر 14 سنة. أي شخص لما يبلش يكتشف أو تكتشف إنه الهوية الجندرية اللي هن بينتموا لإلها منا نفس الهوية الجسدية أو الجنسية اللي خلقوا فيها، بيقطع بمرحلة صعبة، بمرحلة صراع، بمرحلة ضياع، بيشعروا بالغضب، بيشعروا بالذنب، ممكن يشعروا بالخوف، هيدا الشيء بيأثر على نفسيتهم بطريقة سلبية. إنه هيدا كان بكفيني شوي لأقدر أظهر بالمجتمع، بهديك الأيام كان شكلي شكل بنت، ما كنت عاملة ولا عملية. بس أنا لازم يكون عندي صدر لكف الحياة، أول شي صدري، بعدين بلشت أخضع لعمليات 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 لوصلت لهون. يعني هي عملية بتجر عملية لتكفي حالي. هيك الله بعت لي حدا من فوق بحب، هيك شي يعني الشمال كنت بوقتها ليدي باي ما بعرف حبني هون، تركني الشغل وتركته للشغل بسبب حادث أنا عملته. هون كان عم يحكي معي بهالوقت، هون أخذ لي بيت، عمل لي عملياتي لضل شمال، هون كان يتجوزني، خدني على فرنسا نتجوز مدني، سافر قبل لي بعت له ورقي. أنا هون كنت نطل عند حكيم أخذ موعد لعمليتي، أنا ما فليت من بيت أهلي وتركت حد من أهلي ضل هيك، أما لضل ضايعة مش عارفيني أصلي من فصلي، فرفضت أصريت كون رولا. من 2011 لليوم أنا اللي بكون معي من أول سنة لأيدي البنت، أنا 11 سنة فوت دوائر دورية دولة على هوية شاب. هون كتير في نقطة حساسة،
في شتم بالموضوع، في بهدلة. ما في مادة بالقانون اللبناني بتقول شو هي الشروط يلي لازم تكون متوفرة تلقاضي يصحح الجنس أم يغير الجنس، فهيدا كله ناتج عن اجتهاد القضاة. معظمهم بيطلبوا أنه يكون في تقرير صادر عن طبيب نفسي، هدف تقرير الطبيب النفسي والتأكد أنه الشخص هو عابر جندرياً. تاني شغلة ممكن أنه القضاة يعينوا طبيب شرعي تيتأكد الطبيب من الإجراءات الطبية المعمولة لهلأ. بالنسبة لطلبات العبور الجندري، ولو أنه لا يوجد نص خاص في هذا المجال، على القاضي أن يبت بهذه الطلبات من الرجوع إلى المبادئ القانونية الواجبة التطبيق، وبالتالي على القاضي أن يرجع إلى المرسوم الصادر 1732 المتعلق بقيود بسجلات النفوذ. هل هذا الأمر يعود لصلاحية قاضي الأحوال الشخصية أم لقاضي آخر؟ لقانون الموجبات والعقود الذي يتعلق بالحقوق، أيضا للدستور، ولما لا للمعاهدات الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. معظم القضاة اعتبروا أن الشخص له حق يطلب بتصحيح الجنس بناء على حقه باحترام حياته الخاصة، ولكن بناء أيضا على الهوية الجندرية. فشفنا بالأحكام اعتراف بالهوية الجندرية، واستندوا القضاة على ضرورة تغيير سجلات الأحوال الشخصية تهذه السجلات تكون متطابقة مع واقع الحال. أنا انحبست، أنا ضربتني السيارة، أنا فتت رومي حبس رجال، أنا شكلي بنت. هون رومي كانت مدرسة إلي، تعرفت على الأزعر، على الحرامي، على القتل القتلة. فهون ما خفت جوا، كنت أتحالي. من الأبحاث اللي نحن عاملينها يعني بيتبين لنا هلأ أنه كان في تقريباً 15-17 قضية تقدموا فيها، يعني أشخاص تقدموا فيها للقضاء بطلبات لتصحيح الجنس، وصدرت يعني أكتريتها لصالح الأشخاص يلي طلبوا هذا الإجراء. لا يوجد لدينا في لبنان قرارات قضائية كثيرة في هذا المجال، ولكن لدينا قرارات قضائية صادرة عن الحكام المنفردين، حكام القضاة الذي لديهم سلطة للبت في نزاعات الأحوال الشخصية. يمكن أن نقول أنه يوجد قرار صادر عن محكمة الاستئناف. أهم قرار طلع بهذا المحل وقرار محكمة الاستئناف بال 2014، وهذا القرار فسخ الحكم يلي كان صادر على القاضي المنفرد يلي رفضت وقت القاضي بموجبه تغيير وتصحيح الجنس، وارتكزت محكمة الاستئناف على اجتهاد المحكمة الأوروبية، ولكن أيضا على الهوية الجندرية مثل ما قلنا، وعلى حق الشخص باحترام حق حياته الخاصة وحقه بالصحة. مرحبا باكي، كيفك؟ خلص الفستان لإلي؟ انظلمت كتير بهالحياة رولا، بس هلا بوقف على مراي بنسى كل شي، بتطلع بذاتي، بتطلع بحالي، خلص صرت للبدية، بس مش البدية البدية، لا، البدية كنت كون هيك مع أهلي، مع إخواتي، مع عائلتي. للأسف كنت وحيدة، رح أبقى وحيدة، كمان بقى بريح كون وحيدة. الله يرحمك.
حكى عليك كثير يا بابا. هالمرة ما رح ابكي يا بابا. هالمرة بدي ادعي لك، صلي لك، بقبرك. اذيتك بحكي الناس كثير. انت ما كنت تفهمني. ولا حتى اخواتي ولا حتى امي. لك الله يرحمك. 16 سنة كنت بعطي وقت شوفك، تصالح معك، تحكيني. ما عرفيني هيك الدنيا هيك قصيرة بخيلة تاخدك فجأة. اسمع هيداك الخبر عنك، هيداك اليوم كان كتير أبشع يوم بحياتي. يوم وقت اللي سمعت خبرك. الله يرحمك. سامحني. خطأ شائع كمان يلي الناس تفتكر انه الاهل لهم دور وتأثير على ميول الجنسي لحدا من اولادهم او على الهوية الجندرية، وهيدا الشيء ابدا منه علمي. اذا حدا من اولاد عابر الجندر ما له علاقة بطريقة التربية، الاهل مش بالضرورة يكونوا عاملين شيء لحتى حدا من اولادهم يكون مثلا عابر الجندر او لا. انا ما عندي دهر الا الله. انا بطلب من ربي على طول دلك حدي، لانه انا بالاسم عندي اهل. انا ابدا هلا اذا بموت بعت الهام في حدا يدفني؟ ما في. انا هذا الشيء بطلبه، بس اذا مت تفنوني تفنوني، بس مش محل ما خلقت. في كتير حالات نظراً للعنف الشخص العابر جندرياً بيلاقي حاله ضحيته، في عدد من الأشخاص بتقدم بطلب لجوء لبلاد أجنبية لأنه بيكون الشخص وصل لمحل وين درجة العنف المرتكبة بحقه كتير كبيرة. ورا لهم بتقدم نصيحة للكل، أهم شيء الأهل ما يرفضوا ابنهم، لأنه إذا رفضوا رفضت الدنيا. ما تتركوه، قفوا حده، سفروا، طلعوا على أوروبا، إلو حقوق. ما تخلوا هون بلبنان يتبهدل، الرفض، الحبس، يتشنشط، يندرب. الله حلو. بس صرت رلع، صرت قد حالي، رفضني من زمان، رجعت رفضته هلا. ما تقبلني بحياتي من قبل، ما بتقبل بحياتي ابدا هلا، لانه انا وصلت لمرحله بطلت مثل قبل. بفتخر بنفسي، بفتخر بحالي، وبنفس الوقت انا تعبانه. تعبان كتير.